السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وبهذا المقطع. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. طبعا خلونا قبل ما نبدأ المقطع يا أصدقائي، لو سمحت اضغط لايك، وإذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك وفعل زر الإشعارات. مقطعنا لهذا اليوم يا أصدقائي راح يكون عن لعبة أونداون، تحميل وتثبيت اللعبة إن شاء الله وشرح اللعبة إن شاء الله بشكل مبسط، فما أطول عليكم بالمقدمة خلونا نبلش. أوكي يا أصدقائي، طبعا لعبة أونداون لعبة جديدة نزلت ويانا إن شاء الله وموجودة على المتاجر الرسمية، وراح أشرح لكم طريقة التثبيت إن كانت على البي سي أو على الموبايل أو على منصات الآي أو إس اللي هي الآيفون. طبعا فكرة اللعبة جدا بسيطة، اللعبة راح تكون عالم مفتوح، واللعبة راح تكون خارطة واحدة اي ماب واحد، وهذا الماب بعدة اماكن مختلفة مثل ايرنجل، يعني الخارطة ايرنجل وليفيك وسان هوك وخارطة الصحراء كلهم راح يكون بخارطة واحدة. فهذا الماب جدا كبير وبيه هواية اماكن اللي هي مثل اماكن الصحراء، اماكن الغابات، وطبعا بهذه الاماكن او بهذا الماب راح نواجه الوحوش اللي هم الزومبي، ونواجه الحيوانات اللي كانت دباب او ذئاب، حيوانات هواية، وايضا راح نواجه اللي هم الزومبي. فكرة اللعبة اللي هي هذه جدا سهلة وبسيطة، مو بس فقط هذه اللي نواجه الزومبي والحيوانات ونجمع الموارد، وايضا راح نقدر هنا نبني بيتنا الخاص او المكان الخاص، ونقدر نأثثه ونحط به شغلات وندافع عن هذا المكان، وطبعا نجمع الموارد اللي هي الاشجار الحجر ايضا من داخل هذا الماب، وايضا راح نسوي مجاميع ونواجه اللاعبين بعض لبعض، يعني مثل الكلانات او المجموعات، تدخل انت وتواجه اللاعبين وكل شخص يدافع عن المنطقة مالته او البيت مالته، وتقدر تطورون اسلحتهم من خلال الموارد. هذه فكرة بسيطة عن اللعبة، وان شاء الله طبعا اللعبة بعد ما تنزل يعني هسه اللعبة موجودة بس ما تقدر تلعب جيم، تقدر تلعب جيم يوم 15 بالشهر ان شاء الله يعني باكر. فهنا أنا فكرة اللعبة اللي شرحت لكم اياها فكرة جدا بسيطة، وايضا من تنزل اللعبة راح اشرح لكم اللعبة بالتفصيل ان شاء الله. طبعا هنا أنا لو تجي للموقع الرسمي وتريد تحمل اللعبة، طبعا لو تشوفون امامنا يا اصدقائي هذا هو الموقع الرسمي، هنا نقدر نحمل اللعبة اللي هي على الاب ستور اللي هي خاصة بالايفون والايباد اللي هي منصة الابل، تمام، وايضا منصة الاندرويد اللي هو راح يكون عندنا جوجل بلاي، تجي هنا تضغط عليها وتحمل من داخل الموقع الرسمي. هذه في حال انه انت تواجه مشكلة بجوجل بلاي، تضغط هنا على الموقع وايضا تحمل اللعبة من هنا. وايضا راح اخلي لكم رابط مثبت باول تعليق مثبت، طبعا هذا رابط بلعبة اللي هي ABK، رابط ABK مباشر، بس تضغط على الرابط وبعدين راح تفتح لك الواجهة مالت اللعبة، تضغط على التحميل طبعا بدون اعلانات بدون اي شيء، بس راح تحمل معك ملف ABK وتثبته عادي. بالنسبة للمنصة اللي هي البي سي الكمبيوتر مثل ما تشوفون، فهنا عندنا طريقتين، طريقة ستيم اللي هي المنصة اللي بها الالعاب كلكم تعرفوها كانت مدفوعة او مجانية، وايضا عندنا هنا منصة البي سي اللي هو لانشر، فهنا راح قدامكم احنا على البي سي راح احمل اللعبة هنا قدامكم ونفتحها ونشوف شكو بداخلها، فراح ندوس تحميل. مثل ما تشوفون بعد ما ندوس تحميل هنا راح يبدأ عندك التحميل اذا تشنت بي سي، واذا ايضا قلت لكم اذا كنت انت اندرويد او ايفون راح تلقون رابط مثبت وتدخلون عليه راح تتحمل وياكم اللعبة. بعد ما تتحمل اللعبة بس تضغط تحميل من داخل الموقع راح تتحمل وياك اللعبة، ودوس تثبيت جدا بسيط التثبيت، ما راح يحتاج لأي شيء. مثل ما تشوفون هنا حملنا احنا اللعبة على الحاسبة اللي هي على البي سي، تمام. بعد ما تحمل اللعبة يا اصدقائي راح تطلع لك الايقونة بهذا الشكل، هنا راح نثبت اللعبة ونشغل اللعبة كمسؤول، اوكي ونخلي يس، وهنا راح يبدا عندنا نختار اللغه مثل ما تشوفون اللغه الانجليزيه، طبعا راح ندوس اوكي وندوس نيكست نيكست نيكست، وهنا بكل بساطه راح نثبت اللعبه. طبعا بعد التثبيت ان شاء الله راح نفتح اللعبه ونشوف الواجهه الموجوده داخل اللعبه، طبعا هنا نضغط نيكست وهنا نيكست وراح تشتغل ويانا اللعبه. فهنا بعد ما خلصنا التثبيت راح يطلع لك معلومات عن اللعبة مثل ما تشوفون يا أصدقائي، وهنا وقت التحديث وأشياء ثانية، وهنا عندنا تحميل وهو يحمل ملفات داخل اللعبة، فراح ينتهي التحميل وإن شاء الله أرجع لكم. أوكي أصدقائي، طبعا خلصنا التحميل وهسه راح تبدي اللعبة أو راح نقدر نفتح اللعبة، راح ندوس ستارت جيم. Thank you.
بداية أصدقائي مثل ما تشوفوا لازم هنا احنا نسجل داخل اللعبة. طبعا تقدر تسجل عن طريق الإيميل اللي هو جيميل، تقدر تسجل عن طريق الأب ستور، تقدر تسجل عن طريق التويتر وعن طريق الفيسبوك. اوكي أصدقائي راح نسجل عن طريق الفيسبوك. اوكي أصدقائي بعد ما نسجل هنا تحتاج توافق على شروط وبعدين ندوس. اوكي أصدقائي هنا بعد ما سجلنا الدخول هنا فقط نضغط على ستارت وراح ندخل للعبة مباشرة. هنا راح تختار الشخصية وتقدر تسوي الشخصية على مزاجك انت مثل ما تشوفون. راح نختار احنا هذه الشخصية اوكي، وبعدها راح ندوس نيكست. وهنا ايضا يا اصدقائي تقدرون تختارون الاشياء وتقدرون تسوون الشخصية تشبهكم، يعني تقدرون حرفيا تسوون اي شيء بالشخصية، تسوون ضعيف، تسوون سمين، تلونون الشعر، تلونون طول الشعر. فانت هنا تختار الشخصية وتختار الاشياء على كيفك انت مثل ما تشوفون. فاني مبدئيا راح اختار هذه، ما راح تعب نفسي. وايضا هنا تقدرون تسوون الشعر، وقلت لكم تقدرون تسوون اشياء هواية، بس انا عمود ما يصير المقطع طويل راح اختار الاشياء الجاهزة. وكما مثل ما تشوفون هنا ايضا تعدل على الحاجبين وعلى العيون وعلى كل شيء، شوف كل شيء تقدر تعدل. فمبدئيا اني راح اسويها هيجي على مود شنو انه ما تكون الشخصية او ما يكون المقطع طويل. بعدها من هنا راح تبدي الجيم. هنا سيرفرات ما مفتوحة هسه حاليا، راح تنفتح يوم 15 بالشهر، يعني بعد يوم من نزول هذا المقطع. طبعا شرحت لكم فكرة اللعبة بشكل مبسط وقلت لكم راح اشرح اللعبة كاملة ان شاء الله وقت نزولها وندخل الجيم ونشوف شنو الاجواء داخل الجيم. ومثل ما قلت لكم الرابط باول تعليق مثبت، اللي ما قدر يحمل اللعبة من جوجل بلاي راح يحملها اي بي كي من اول رابط بالتعليق المثبت. طبعا اللي هنا اصدقائي وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس راح اترككم مع العرض الترويجي للعبة.